السلام عليكم. يحدث أن تختطف فتاة أمام مرأى ومسمع للناس في الشارع ولا مغيث ينقذها من رجل دافع عن نفسه بالقول إن المرأة التي يسحبها عنوة هي زوجته. هذه الجملة حمت المجرم ومكنته من استكمال جريمته، حيث اقتاد هو وأفراد العصابة الشابة لميس عبد الرقيب إلى منطقة حدة وأحرقوها في أحد الشوارع الفرعية ولاذوا بالفرار. هذا المجتمع الذي احتفل لأيام بالإمساك بسرق الحقيبة لم يتوقف كثيراً أمام عنف حاصل لامرأة أخرى وبجريمة أشد بشاعة مما حصل للأولى. إذن حرفياً أصبح اليمنيون يعيشون قانون الغاب منذ أن أشعل الحوثيون الحرب والفوضى قبل 4 سنوات. بحسب تقديرات لصندوق الأمم المتحدة للسكان، فإن العنف ضد المرأة اليمنية زاد بنسبة 63% منذ اندلاع الحرب في 2014. ومركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في اليمن كشف في وقت سابق عن مقتل 459 امرأة وجرح 1281 أخرى خلال الفترة منذ 2014 وحتى اليوم. المساء اليمني تواصل بأسرة الضحية لميس عبد الرقيب، وسوف يتحدث عن تفاصيل الحادثة في برنامجنا هذه الليلة بعد دقائق. لكن يبقى السؤال، من ينصف الشهيدة لميس وغير لميس من جرائم لم تظهر للإعلام؟ كيف انتشرت الجريمة والعنف منذ انقلاب الحوثيين ودخول البلد دوامة الفوضى؟ ما هي الأسباب الاجتماعية والسياسية لانتشار الجريمة الجنائية بين اليمنيين؟ وكيف يمكن الحد من ذلك؟ وأخيراً، هل سيتفاعل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية مع قضية لميس؟ أم أنها قضية ليست ذات مردود سياسي؟ أعزائنا المشاهدين، هذه الأسئلة وغيرها نناقشها الليلة في المساء اليمني، ولكن بعد هذا التقرير. قصة الشابة لميس ذات 19 ربيعاً جريمة هزت العاصمة صنعاء وهزت وجدان كل من سمع بها. شابة يتم اختطافها في عز النهار ومن وسط شارع مزدحم في منطقة السنينة غرب صنعاء، ويذهب بها شابان وفتاة إلى أحد شوارع منطقة حدة ليغمروها بالبنزين ويشعلوا فوقها النار ويلوذوا بالفرار. حاول مواطنون من المارة إطفاء الحريق المشتعل وأسعفوا الفتاة إلى مستشفى الجمهوري، إلا أن لميس لم تلبث في العناية أكثر من يومين حتى فارقت الحياة. المساء اليمني تواصل بأسرة الضحية لميس، وقال والدها إن التهديدات لم تنقطع عن الأسرة والفتاة منذ أن تمت خطبتها قبل عام ونصف على أحد أبناء محافظة حجة، وقال إن فتاة من أبناء الحي كررت تهديد لميس بالقتل والحرق حتى صباح يوم تنفيذ الجريمة. لميس نازحة من تعز تسكن حي السنينة بصنعاء، خطبها شاب من محافظة حجة قبل عام ونصف، ومنذ ذلك الحين تعرضت هي وأسرتها لتهديدات مستمرة من قبل إحدى فتيات الحي. حتى الآن لم يتم القبض على الجناة بحسب والد لميس الذي أكد أن القضية جنائية وطالب بتحقيق العدالة. عن ماذا يبحث والد لميس في مدينة أصبح يحكمها قانون الغاب ويتحكم في مصيرها نافذ الميليشيا؟ لم تعد هناك مدن آمنة، أصبح ضمير الناس هو الحاكم في اليمن، وإذا ما تخلى البعض عن ضمائرهم فلن يجدوا رادعاً من قانون أو دولة تحفظ حقوق الناس بالقوة. فكرة القتل والدم أصبحت شأناً يومياً في حياة اليمني منذ أن أدخل الحوثيون البلد في أتون الحرب، ومع الأيام لم تعد هذه الجرائم تجد أثرها في صدور الناس، ولم يعد يحفظ التوازن النسبي للمجتمع سوى ما تبقى من ضمائر اليمنيين وعاداتهم الحميدة. إذا مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة ستكون معنا عبر الأقمار الإصطناعية الناشطة المجتمعية داليا محمد من تعز. مساء الخير داليا. مساء النور. أهلا بك، وأرحب أيضا بوالد الضحية عبد الرقيب عبد محمد من صنعاء عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ عبد الرقيب. مساء الخير والنور والعافية. إذن البداية معك أستاذ عبد الرقيب، وعظم الله أجركم وأجاركم في مصيبتكم، وأود أن تحدثنا كيف تلقيتم الخبر. أبيكم عظيم، أولا أشكركم طبعا على تفاعلكم وعلى كل من تفاعل معي في هذه الجريمة البشعة التي
علمت بابنة الشهيدة الحبيبة لميس عبد الرحيم والتي تم اغتصابها من قبل عصابة إجرامية عديدة الأشخاص ما بين الرجال والنساء. ففي يوم 30 يونيو تم وضعت تهديدات أولا قبل الاغتصاب. كانت من بعد خطوبة فترة الخطوبة تعطينا تهديدات لكل تعمل تراثية. وكانت دائما تتعرض للجنس وتحاول ان تغلبها وتقول لها ساقتلكي سانجيكي ساعذبكي. وانا احاول دائما اريد ان اتقدم بشكل ابحث عن اهل هذه الفتاه التي تهدد ابنتي، لكن خطيب ابنتي يمنعني ويقول ان اهلها غير موجودين هنا وانه سيبحث عنهم وسوف يقوم بتحديدها وسوف وسوف واي اخر. استغرقت العمليه اكثر من 6 مرات. فأدرانا في 25 رمضان بدأت تعطينا تهديدات أيضا من هذه النوعات لأبو اتصال اتصلت بها بالتليفون وتقول لي من معي؟ فقلت لها معي الأستاذ عبد الرحيم. فقالت لا عفوا أنت غلطان، تبندت التليفون. نعم. بعد أن غلقت التليفون تتصل بي مرة أخرى فإلى بي تقول لي تكلم. أكلم من؟ تقول لي رمزي أتكلم من جنبها. يعني هذا الذي خطب خطيب ابنتي فيقول لي يا عم انا خلاص يعني اعتذر الخطيبه فسخت وتمني رفضها. فقلت له امر طبيعي وعادي مع السلامه عادي ولا بها. تبلغت التليفون فالى برسائل التهديد تيسري على اساس انها من هذا الشخص. فانا اتصلت بالتليفون تجاوبنا هذه التواتير. اين ذهب رمزي؟ فقالت رمزي خلاص اشتغلت. فسالتها من انت؟ هل انت اخته؟ هل انت عمته؟ هل انت امه؟ من انت؟ قالت معك واحدة فقط. قلت لها إذا قمت بالتوافيرة؟ قالت لا لا بالأول لقد التوافيرة. ثم رسلت من ذلك التهديد أكثر. فبدأت أبحث عن رمزي إلى أن وجدته وقلت له يعني ما لم أجد رمزي وجدت شخص. قلت له إذا وجدت رمزي خليه يأتي لعلي. فجاء عندي الساعة الثالثة بدرا بنفس اليوم الثاني الساعة الثالثة بدرا في رمضان وسألته هل انت الذي اتصلت بي من هذا الرقم؟ فقال لا وانت وحلف اليمين انه لم يتصل بي ولم يتكلم معي. نعم. فقلت له لقد اتصل بي شخصان يقول بانه انت وانه كذا كذا كذا. فقال حلف اليمين وجاب لي مسدس وقال انا حكي لك يا عبد وانا لم يعطر من هذا الشيء ولا هذا. تمام. قلت له ابحث عما انت على شخصيتك يا اخي، روح شوف هذه المواعيد الاشتراكيات وهذه الرسائل شنو التهديد وهذا الكلام. ابحث عن تعرف شخصيتك واتني بخبر والدها وانا مستغرب من اصحابها الى الجهات الامنيه وعند رفع الحرى وعند الجهات الامنيه لكي يرجعوها ويؤدبوها وتعمل الله مع اسرى ان لا تحبسها او تتعرض لخدمتي. فما اخطا ولم يعد الى عندي بل جاءتني رسائل التهديد وبعد العيد مباشره تعطينا رسائل تهديد واصل يعني. طيب يا عم عبد الرقيب يعني اسمح لي، يعني تتلقون التهديدات تقريبا من تاريخ 25 رمضان مثل ما قلت، هل فكرتم يعني باخذ هذه التهديدات بمحمل الجد والذهاب لابلاغ السلطات الامنيه؟ يعني المساله لم تكن رساله واحده او اثنتين. نعم. ايوه نعم قلت لك انا اتكررت عده مرات وانا اريد ان اقلها اريد ان اتعهد لمن كانت بعدين يعني كان هو الذي يمنعنا ويقول لي انا على مسؤوليتي على مسؤوليتي للعاج زادت اتصلت فيك او هددت او اتكلمت معك. بعد العيد مباشره انا اولع اتصالات بعد العصر يعني مثل هو تلفونه ولا يرد على التلفون. فذهبت ابحث عن الارقام التي تهددنا اللي هي تبع التلفون قال لي ايش من محلات تخصيص من ايش اسماء المحلات من كيف؟ علشان ابحث عن الاشخاص اللي يهددونه. طبعا اريد ان اقول بالبلاغ يعني يبين بالقتال بنفس الكلام اظل ابحث على الارقام الاخرى والاسماء المحلات الاخرى الى اخر يوم الذي كان فيه يوم الحادث 30/6 الساعه 10:30 الصبح وحين اتصال من شخص يقول انه صاحب الخير ويقول لنا انتبهوا احذروا ان انا اهجركم ابنتكم مريض لخطر على هذا الكلام. وبالتالي انا بحثت عن هذا محل الصلاه ووجدت محل الصلاه هذا بحوالي الساعه 12:30 ظهرا. وذهبت الى محل الصلاه ما الذي اتصل من عندي اخو من فيها؟ فقال كم من واحد يتصل من عندي انا ما اقدر اتصل ما اقدر اتعرف على من دخل عندي ما اقدر اسوي هذا.
طبعا انا عرفتني فتره فبعت وبلغت بعد كذا بدات اكتب وبلغت اخر الحاره وعلى اساس انه بنتقل انا وهو بعد العاصف الى قسم الشرطه على اساس يعني نبدا نعمل اجراءات من بعد هذه المراه. وفاجأ يعني انا وصلت الى البيت اتصل بابنتي السلام عليكم كيف حالك؟ قالت وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا بابا كيف حالك حبيبتي؟ قالت الحمد لله كيف حالك انت يا بابا؟ قلت لها الحمد لله. قلت لها يا بنتي يا حبيبتي ايش تسوي في انا البيت؟ انت المفروض انا وانت قالت على طول يا بابا وخرجت من مقر عملها على اساس انها طالعه لعندي يعني هو عزيز لا اله بها تختفي من بعد على الفجر من بعد الساعه 3 ونص عصر عشان اتصلت فيها حوالي الساعه 3 الى 45 دقيقه الساعة ونص انا احاول اتصل التليفون مغلق 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 قد يجي صوت يجي مع المواصلات يجي هذا ابنتي مستقله فظل البيت يعني منتظر منتظر ولا تتفضل الى ان جاءنا اتصال الساعه 4 ونص العصر من واحده مرأة تقول لي قد احذرك من هذا وانت مش راضي تفهم وبنتك تسمع هذا ايش قالت عفوا ما يعني لو تعد لي ايش قالت بالضبط اللي اتصلت لك؟ قالت تحذرك من هذا وان شاء الله تفهم يعني كانها تشير الى رمزي. نعم. تمام؟ فانا على طول يعني غلقت التليفون فذهبت يعني جلست احاول الى ان طلعت الرقم الذي نسمه في قريب قريب اذان المغرب، حصلت العنوان حق المحل فانا في صلاه المغرب خرجت من البيت انا والدتي على اساس رايحين نشوف محل الصلاه من اللي اتصل بالجماعه وهذا الكلام اللي صار. فالا بي انا خارج من البيت يدينا اتصال من جد يقول لي انت مش في البيت؟ اقول له نعم. اقول لي الان احنا وضعنا ابنتك تحرك عند الحديقه في الحي السياسي. فنحن الان نحاول نتصل ونصرفها الى مستشفى حتى قادر نتصل. هذا اللي حصل. فانا خلاص في حاله ظهور وانصعق. البيت طبعا اتكلمت ذكرت ان القوافل هذه كانت موجوده ضمن العصابه التي خطفوها ضمن العصابه النسائيه واشارت على اجزاء وموجود اعترافات يعني منهم يعني موجود امينه في المحافظه الرسميه هذا الكلام متوثقات كل اللي حصل حتى لما وصلت الى المستشفى وتكلمت يعني بعد كذا خلاص البنت اللي نبيهم في المستشفى الجمهوري بعد من محافظتها من عبد القادر المتوكل لانه كان عندهم شو الامكانيات التي حق الحريق وهذه الاشياء عندما ترى الاسعافات الاوليه فاخذتها بسياره اسعاف المستشفى عبد القادر المتوكل ووصلناها الى قسم الحروق في المستشفى الجمهوري. وبدات هناك تدخل العنايه المركزه وبدانا في معالجتها فسالها الى مستاني هذا سابق البحث وسالها وكانت تهوي راسها كانت يعني يسالها وكانت علموا ايوه صح تقول صح والذي غلط عمل تهوي راسها لا يعني انه الكوافير هذه كانت موجوده ومستشفى الجريمه البشعه. طبعا كل فريق كل من شارك في هذه الجريمه سواء في اتفاق التهديد سواء في منعه عن الاجرام سواء خطيبها الذي يتصل على هذه المراه فهم كلهم مشتركون في ارتكاب الجريمه وهم عصابه اجراميه بشعه. نعم لا حول ولا قوه الا بالله. استاذ عبد الرقيب يعني يعني ما قرأناه من الأخبار لا ندري مدى صحته يعني صحح لي أنت أنه تم إلقاء القبض على الفتاة وعلى أحد أفراد أو اثنين من أفراد العصابة، هل هذا صحيح أنه تم التتبع من هي؟ نعم الفتاة نعم الفتاة القاضية تم إلقاء القبض عليها ودار التحقيق معها وأيضا الشخص الذي كان يتصل لنا من تبع تليفونات أرضية الذي كان يسمى بفاعل الخير برضه تم إلقاء القبض عليه. لكن رمزي هارب ورفض يعني هذا رمزي اللي هو اللي هو خطيب الفتاة السابقة والذي تقدم لابنتك. نعم 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 هذا رمزي هو الخطيب هو الذي كان يمنعنا من عدم التبرير عن هذه المرأة وايضا ياتينا باخبار سائلة انه قد ضربوها قد تأذبت قد ما عادش تعرف على الرسوم ما عادش تروح الجو ما عادش يعني انا لا ادري ما السر اللي ما بينه وبين هذه الفتاة ولماذا انا حتى وجهت له سؤال هل هي نافق عليك جملة؟ كلمنا ايش في بينك وبينها؟ ليش للحد هذا يعني تخاف انها تنفق عليك؟ ليش تخاف انك تجيب العنوان ابوها؟ ليش تخاف انك تجيب العنوان اهلها؟ لازم ما تتردد هذه المرأة لازم ما اعمل التزام على نفسها بعدم التعرض لابنتي او التهديد للبنت او لا او غير اي انت فهو لما اعطي خلاص ولا لك ولا لك شيء يعني انا اقول لك خلاص ما عرفت تصديق وكانه نعم يعني واضح انه هو الذي كانه هو الذي يامر يعني بالحركه هذه. نعم
نعم، إذا كان الله في عونك أستاذ عبد الرقيب. يعني نحن سنحاول يعني تقديم ما يمكن تقديمه في الجانب الإعلامي، يعني هذا حق ولابد أن يعني تستمر وراءه إلى أن تأخذه. عظم الله أجركم مرة أخرى، وتعزي الحارة لكافة أسرة الضحية لميس. شكرا جزيلا لك عبد الرقيب عبده، والد الضحية لميس، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. إذا أعود إليك داليا، يعني داليا كيف تابعتي قضية مقتل لميس عبد الرقيب؟ يعني والأب يحكي لي تفاصيل الحادثة، أنا للأمانة مصدومة يعني أن تحدث هذه الحادثة في المجتمع اليمني الذي نعرفه، يعني تخطيط إجرامي 100%. ما تعليقك؟ بالأول شكرا لاستضافتي للتكلم بهذا الموضوع. كما لا تعليق، هذه جريمة بشع بكل مقاييسه. يعني احنا نعرف انه من بداية هذه الحرب، واساسا هذه الحرب اللي اقامها الميليشيات الانقلابية، هي لأجل محو معالم الدولة، انهاء الدولة، لكي يجعلوا الحكم الساد هو قانون الغاب. هم لا يريدون ان نحتكم للقضاء، هم يريدون أن يريدوا يطبقوا عليهم، يريدوا يخلونا أن نعيش بالقوانين التي هم أتوا بها، قوانين الجهل. بالنسبة لهذه الجريمة فهي طبيعي أن تحدث بهذه البشاعة وبهذه المقاييس وبهذه الصورة، كون أنه أصلا الآن ما هم يسموا بأعمارهم بالأنصار الله أو الميليشيات أو يحكموا صنعاء أو المناطق اللي هي تحت سيطرتهم. هم اصلا اعادوا للمجتمع هذا، هم عملوا على اخراج القتلة المجرمين اللي عليهم احكام قتل الى المجتمع لكي يكونوا حكام على المجتمع، فاكيد انه يعملوا هذه الجرائم وهم الحاضنة لهم، هم الان الحاضنة لهذه العصابات التي تمارس القتل، الاغتصاب، التنكيل حتى لحد الاطفال يعني. فطبيعي انه في ظل هذه الميليشيات التي عملت على إنهاء الدولة أن يحصل هذه الجريمة وأبشع منها. نعم، إذا يعني ما حدث لميس هو واحدة من انتهاكات عديدة باتت حاضرة بشكل قوي في المجتمع اليمني، كيف تفسرين انتشار الجريمة بهذا الشكل؟ انتشار الجريمة مثل ما تابعت التقرير وبعز النهار وتم اختطافه، هذا يدل على غياب للدولة تماما. من مسيطر وحامي لهذه العصابات هي عصابات أعظم منها، هي من تشرع لهم هذا العمل، لهذا طبيعي أن تحصل هذه الجريمة مثل جريمة لميس في صنعاء. هذا ما ظهر، لكن ما بالنا بقية المحافظات مثل إب، الحديدة، المناطق اللي الآن هم مسيطرين عليها، تحدث جرائم أبشع من هذه بس ما تتمش، ما تظهرش للعيان. قضية لميس يعني أجت بالصدفة إنه يعني وتوافرت الظروف لظهوره على الإعلام. أيضا أهالي الضحية من حرقهم أو ناس كانوا لديهم الشجاعة فظهروا وأظهروا قضية ابنتهم، لكن هناك العديد من الجرائم التي لا تظهر للعيان ولا للإعلام، خاصة إنه إحنا شعب يمني محافظ يقول خلاص يعني يا الله وأنا أستر. هناك الكثير الآن من الانتهاكات اللي حصل سواء بالحوبان أيضا بمناطق الربيعي، قبل تقريبا شهرين أيضا لقوا وحدة ترعي الغنم على الربيعي مقتولة، ما درش أي تفاصيل الآن، حتى اللي كان يوصل لأهاليه يقولوا خلاص قدفنه الله يعلم. يعني إحنا طبيعتنا كيمنيين ما عندناش الشجاعة نظهر زي هذه القضايا. أيضا كانت تقريبا شهر ونص على منطقة الأخلود اللي هي الآن يديرة بالمعارك، أيضا نفس القضية، تم التواصل معنا حتى أنه كنا احنا نحتاج أنه يرفدونا بالمعلومات نظهره، فكان بالسد منطقة السد بالأخلود أيضا بنت قالوا لها وهي مشنو يعني معلقة على احد الاشجار، وهي كان وعلى حسب الاخبار اللي وصلتنا من امنا قال بنتي بكره للصباح تجيب الحطب. يعني
الجرائم بالهبل، بس انه ما يسنحش الفرصه نعم انها نعم تظهر على الاعلام او على الواقع. نعم، اذا ابقي معنا السيده داليا. تنضم معنا ايضا عبر الهاتف الاستاذه لميا الارياني، رئيسه منظمه مدرسه السلام والتنميه في اليمن من صنعاء. مساء الخير استاذه لميا. مساء النور، اهلا وسهلا فيكم. اهلا بك استاذه لميا. يعني تشير التقارير الى ارتفاع معدل العنف والجريمه ضد النساء والاطفال، يعني حسب تقديرات صندوق الامم المتحده العنف ضد المراه اليمنيه زاد بنسبه 65% منذ 2014، ما هي الاسباب برايك؟ في البدايه يعني اسمحي لي اذكر الى ان العنف ضد المراه يعني هي ليست قاصره على اليمن فقط، وانما هي ظاهره عالميه بتعاني منها المرأة في كل مكان وأينما كانت، تعاني من العنف بكل أشكاله سواء كان الجسدي أو النفسي أو الاجتماعي أو السياسي أو التعليمي. طبعا احنا نعرف أنه أسباب العنف ضد المرأة كثيرة، منها الأسباب الاقتصادية والأسباب الثقافية والاجتماعية والسياسية، لكن منذ العام 2015 ومع ارتفاع وتيرة النزاعات المسلحة والحرب ارتفعت نسبة العنف ضد المرأة لأسباب كثيرة، منها على وجه الخصوص أن المرأة طبعا نعرف أنها أكثر المتضررين من هذه الحرب. الضرر على المرأة ضرر مباشر، أصبحت المرأة اليوم تحمل أعباء إعالة أسرتها نتيجة إلى أنه فقدت العائل، وفي نفس الوقت هي غير مؤهلة اقتصاديا، وهذا بيأثر على قدرتها أصلا على أنه تحمل الساحة كامل العنف. نتيجة ارتفاع نسبة الفقر بسبب انه يعني كثير من ارباب الاسر اصبحوا عاطلين عن العمل او اصبحوا معاقين نتيجة للحرب وبالتالي فقدوا اعمالهم، هذه الاشياء بتعكس ارتفاع نسبة العنف الممارس ضد المرأة من 2015. نعم، لكن اسمحي لي استاذه لميا، ربما العنف الذي نعرفه كما قلتي جسدي لفظي نفسي على مستوى الجانب الاسري معروف، يعني واليمن ليست وحيده في هذا الجانب، ربما الغريب على المجتمع اليمني حدوث مثل هذه، يعني ان تخطط امراه لجريمه ضد امراه اخرى، ان تشكل عصابه، ان تختطف فتاه في عز النهار، ويعني رد الخاطف بانها زوجتي والجميع يتفرج، خلاص زوجته يحق له ان يفعل بها ما يشاء. كل هذه النقاط اليست يعني ظاهره غريبه على المجتمع اليمني؟ هي ظاهره غريبه على المجتمع اليمني، لكنها ليست ظاهره غريبه على الاوضاع التي تمر فيها اليمن. يعني اليمن في حالة حرب، في حالة غياب الدولة، في حالة تراجع كبير جدا للقانون ولضبطية القانون، وبالتالي تراجع في حقوق المرأة وحماية المرأة، ارتفاع كبير نسبة الفقر. ايش سبب ارتكاب الجرائم؟ السبب الأساسي هو غياب القانون، غياب الدولة، ارتفاع نسبة الفقر، والتراجع الكبير في حقوق المرأة اللي كنا حققناها في السابق ولو كانت بنسبة بسيطة، لكن كانت تحقق نوع من الأمان ولو يعني البسيط للمرأة، وبالتالي حماية المجتمع من الجرائم اللي ممكن تحصل. فأنا أعتقد بالعكس يعني هذا شيء متوقع، الدول التي تعاني من نزاعات مسلحة ومن حروب أهلية يحصل فيها شيء، هذا شيء طبيعي جدا، لكن لابد من عمل تدخلات وإلى معالجة سريعة. نعم، قبل أن نصل للحلول أو المعالجة أستاذة لمياء، يعني أود أن أعرف منك برأيك يعني ما هو تأثير ذلك على السلم المجتمعي، يعني حدوث كل هذه القصص، العنف، الجريمة المعد لها سابقا، ما تأثيره على السلم المجتمعي؟ أكيد أنه الأثر هذا بيكون سلبي بشكل كبير جدا على السلم المجتمعي، لأن المرأة هي أساس الأسرة والأسرة هي أساس المجتمع، فإذا كانت المرأة سليمة نفسيا، سليمة جسديا، لا تعاني من مشاكل العنف، بتكون الأسرة هذه سليمة وبالتالي المجتمع بيكون سليم. لكن عندما تعاني المرأة من آثار نفسية طبيعة جدا بسبب العنف الممارس ضدها، أيضا بتكون في آثار اجتماعية من التفكك الأسري، من الطلاق، من تسرب الأبناء من التعليم، بيخلق هذا النوع من العدوانية في البيئة التي تعيش فيها المرأة وفي الأسرة، وهذا بيأثر طبعا على تفكك النسيج الأسري، وبالتالي أثر سلبا على السلم المجتمعي، تنتشر الجريمة بشكل أكبر، بتكثر حالة الانتحار وجرائم القتل،
بتصبح المرأة تشعر بالاكتئاب الشديد. نعرف أنه الاكتئاب له آثار سلبية كبيرة جدا على الأسرة وبالتالي على المجتمع. يعني المرأة هي إن كانت المرأة سليمة فالمجتمع سليم، وإن كانت المرأة تعاني من العنف وآثار العنف سواء كانت النفسية أو الاجتماعية أو حتى التعليمية أو حتى السياسية على فكرة. الآن المرأة يمارس ضد المرأة عنف سياسي غير عادي، تعتقل النساء بدون أي مبرر، وهذه ظاهرة جديدة على المجتمع اليمني. يعني الأشكال القسري كنا نعرفها على الرجال فقط، اليوم أصبح يمارس على النساء أيضا. يعني هذا ما أعتقد أنه آثاره كبيرة وخطيرة جدا على المجتمع وعلى السلم المجتمعي. نعم، إذا لو تحدثنا عن إمكانية الحد من هذه الظاهرة أستاذة لمياء. شوفي أنا أعتقد الآن في ظل غياب الدولة العاتق أو المسؤولية بتقع على عاتق المجتمع المدني وعلى المواطنين أنفسهم. يعني لابد من عمل أول حاجة توعية بمخاطر هذا العنف ضد المرأة، كيف ينعكس هذا العنف على المجتمع سلبا وعلى السلم المجتمعي وعلى السلم بشكل عام. لابد من إنشاء مثلا مراكز استشارية لدرايه الأخرى يمكن أن تلجأ لها المرأة تحصل منها على المشورة. أيضا مهم جدا في اعتقادي أنه هذا كنا نتكلم عنه حتى من قبل 2015، أنه لابد من إدخال مواد تربية أسرية وأن كان في مناهج المدارس أو في مناهج الجامعات كي ننشئ أجيال تحترم المرأة وتحترم الأسرة وتحترم العيش يعني العيش السليم فيما بينهم والعمل المشترك. لابد من وضع قوانين صارمة لحماية المرأة وفرض عقوبات كبيرة لمن يمارس العنف ضد المرأة. المسألة ما هي يعني متروكة هكذا، إنه نضع يعني ربما عندنا قوانين، ربما وقعنا على اتفاقية دولية واتفاقية استدعاء أشياء كثيرة جدا خاصة بالمرأة، لكنها قوانين لا تنفذ وما فيش عقوبات صارمة لمن يعني يخالفها أو يمارس العنف ضد المرأة. أعتقد ضروري أيضا يتم إنشاء مراكز متخصصة للدفاع عن حقوق المرأة وتقديم الحماية القانونية للمرأة اللي وقعت في العنف. مراكز الإيواء مهمة جدا للنساء المعنفات، وجود عيادات متخصصة للعلاج النفسي وإعادة التأهيل. يعني هذه بعض الحلول اللي ممكن انها تحد من العنف او تضع علاج للعنف ضد المرأة. نعم، نأمل ان يتم يعني وضع حلول عاجلة، وكما قلتي فغياب الدولة هو سبب رئيسي او معيق ايضا لوضع مثل هذه الحلول. شكرا جزيلا لك لمياء الإرياني، رئيسة منظمة مدرسة السلام والتنمية في اليمن، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. أعود إليك داليا. داليا، يعني لو حدثتنا عن ما الذي يمكن للمجتمع المدني تقديمه على المستوى التوعوي والحماية أيضا. على المجتمع المدني خاصة في ظل الحرب القائمة على اليمن وغياب الدولة وغياب القضاء غياب المراكز المتخصصة، أيضا أن زي ما نعرف في أماكن خاصة اللي هي الآن تحت سيطرة الميليشيات، الناس المعينين على القضاء أو الأقسام الشرطة هم ناس أنفسهم يمارسوا الجريمة. لذا على المجتمع المدني أن أولا يكون واعي لهذه الأمور، الآباء أيضا الأسر، إنه بالأول أتمنى إنه من منظمات المجتمع المدني الناشطين إنه يبدأوا بحملات توعية خاصة للناس البسيطين، الناس اللي ما زالوا متمسكين بالعادات والتقاليد اليمنية، إنه إذا حدث جريمة مثل هذه لازم الإبلاغ. يعني ما يروحش يقول لا عيب، ما ينفعش إنه أنا أظهر إنه بنتي حصل لي اغتصاب أو اختفى أو لقيته مقتول أو محروق، الناس بيتكلموا. لازم إنه ننشر الوعي، لازم أيضا إنه الناس على مستوى الحارات، يعني في ظل غياب الدولة لابد أن يكون في تعاون مجتمعي على مستوى الحارات، يشكلوا شباب أو يعني يكونوا عندهم ترقب لمثل هذه الجرائم، التكاثف يعني يوقفوا ضد مثلا هو فعلا في جهات إنه مش الناس مش قادر تبلغ، حتى لو رحت تبلغه ما ينصفكش أو هو أساسا هو يحمي هذا الطرف. لذا لازم الوعي بدرجة أساسية، وما نقدر الآن نشتغل عليه أو ما يقدر أو ما لازم يكون الآن في ظل غياب الدولة هو الوعي لدى المجتمع المدني. نعم.
إذن أستاذة دري، يعني أطلق الحوثيون قبل فترة عددا من السجناء من أصحاب السوابق والجرائم، هل تعتقدي أن مثل هذا الأمر ساهم بانتشار الجريمة أكثر؟ أكيد، خاصة أنه كانوا كل ما يدخلوا منطقة فيها سجون أو فيها ناس مسجونين عليهم أحكام إعدام أو سرقة، زي ما نعرف حتى أول ما وصلوا مدينة تعز مثل السجن المركزي أيضا فكوا للسجناء، وكان منهم في ناس محكوم عليهم بالإعدام بالقتل جرائم من سنين. الناس هذوم استقطبوهم أيضا وعملوهم معاهم على النقاط، حتى إذا ما عملوهمش على النقاط أصبحوا ناس يعني مطلق لهم الحرية بالتصرف، تيجي تشتكي أو إنه حتى ما فيش لمن تنصف، حتى لو قلت زي ما قلت لكم تشتكي لهم هو أساسا حامي هذه الجماعة. لذلك عملية فك السجون لهذم الناس وإعادتهم للمجتمع هو من ساهم وبظهور الجريمة بهذا الشكل الحاصل في اليمن. نعم، إذن يعني الجريمة بطبيعة الحال موجودة، ولكن يعني ألم تحول عادات اليمنية دون انتشارها؟ يعني هناك قيم ربما نظل نتغنى بها، هناك نخوة، هناك شهامة، هناك مواقف تتخذ أيضا خصوصا مع غياب الدولة وأجهزة الضبط القضائي. يعني البعض يتحدث أنه يعني لو الوضع في دولة أخرى منفلتة فيها الدولة لثلاث سنوات أن الوضع أكثر سوءا، ولكن ما زال هناك تماسك نوعا ما في المجتمع، تتفقين مع هذا الرأي؟ يعني أتفق مع هذا الرأي ليس كثير، إنما أقول فعلا ما زالت عندنا الروابط المجتمعية والعادات والقيم اللي تحكمنا. يعني حتى أحيانا في تشوف إنه بعض ممارسات إذا حصل لفتاة أو بظل شباب أحيانا ما تكونش تتوقع منه هذا إنه يدافع عن بنت، أو بس زي ما قلنا إنه ما زلنا عاد إحنا نحتكم للعادات اليمنية. لذا لو كان فعلا العادة اليمنية غابت تماما لكان بالنسبة لي وكوني عايشت الوضع أحس أنه كان يعني بتكون أكثر غابة، لكن فعلا العادة اليمنية المتبقية لعبت دور كبير. نعم، إذن يعني مسألة العنف ضد المرأة والأطفال أستاذة لمياء، يعني كل يومين ثلاث أيام نطلع بقصة جديدة، تعنيف لطفل هناك، اختطاف لامرأة هنا، ضرب من قبل الأسرة حتى على مستوى الأسرة أو الوالد أو الأم لطفل هنا، هذه القصص المجتمعية ما مدى تأثيرها السلبي أيضا على هؤلاء الأطفال الذين ينشؤون في ظل الحرب؟ يعني ألا يكفي استماعهم للقصف والقذائف وعيشهم تحت ظروف يعني أمنية صعبة، أيضا مشاهدة عنف لهذا الحد، كيف سينشأ الجيل القادم بهذا الشكل؟ سمعتي حديثي أستاذة داليا؟ تسمعينني؟ طبعا ما هو حاصل يعني غير الحرب والقصف زي ما ذكرتي، هذه لعبة دور كبير يعني خاصة الأطفال الآن هم عايشين بحالة رعب من القذائف من القنص، تجي كمان أيضا إنه انتشار الجريمة، غياب الدولة، الانفلات، أيضا هذا ساهم كثير بالتأثير على الأطفال على النساء. أيضا إنه النساء لما صارت يعني عندها الحرية خلاص صار إنه مثلا كانت تمارس إنه تسلك أشياء تعملها، الآن خلاص الأسرة برضو أيضا وقفت عائق أمام هذا الشيء، إنه خلاص أنت في ظل هذا الحرب لا تخرجيش لا تتحركيش ممنوع، ففعلا لعب دور مأساوي وأضاف فوق الحرب مآسي أخرى. نعم، ابقي معنا داليا. ينضم معنا أيضا الأستاذ لبيب ناشر الناشط الحقوقي من نيويورك عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ لبيب. مساء الأنوار. مساء النور. أهلا بك أستاذ لبيب، كيف تابعت قضية مقتل الضحية لميس بصنعاء؟ في الحقيقة أنا أول ما رأيت أو طلعت على الموضوع كان من خلال منشور على الفيسبوك. أنا دائما
طبعا بما اننا اتابع قضايا الجنايات اللي تحصل او القضايا الاختطافات السياسيه اللي تحصل في العاصمه صنعاء وفي المناطق الواقعه تحت سيطره الحوثي. هناك اشخاص كثر يرسلوا لي كثير من هذه المواضيع، وكان منها من احد هذه المواضيع اللي هو قضيه الفتاه لميس. عندما وصل المنشور انا يجب ان اخذ رقم تليفون احد المقربين لكي اتواصل مع الاهل، وفعلا وصلنا رقم الوالد وتواصلت مع شخصين، الاخ عبد الرقيب اتصلت معه وكلمته، وكانت كارثه، يعني ما حصل كارثه بكل المقاييس، ما حصل، انا لا اعتقد انه قد حصل في اكثر الدول انفلاتا امنيا في العالم. كنا نتابع قضايا الصومال زمان، وأيما كانت هناك الحرب لم نرى مثل هذه الأحداث حصلت، أن تحرق فتاة في العشرين من عمرها في داخل أمانة العاصمة تحت مرأى ومسمع الأجهزة الأمنية الذي في البلد. فكانت فعلا مأساة حقيقية جدا. الأسوأ من ذلك أن المتهم لعدة أيام بقى طليق، على الرغم من أنه يعمل ضابطا أو في الجهاز الأمني لدى جماعة الحوثي أو فلنقل الجهاز الأمني في صنعاء الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثي. ويفترض أن مثل هؤلاء العناصر يأتوا بهم في يوم في ساعات، لم يحصل هذا الأمر. أنا لا أريد أن أسيس القضية، ولكن هذه الحقيقة، أنا لا أريد أن أسيس القضية. القضية هي واضح أنها قضية إلى الآن قضية جنائية، أنا لا أسيسها، ولكن عندما تحصل حادثة في منطقة معينة تقع تحت سيطرة سلطة معينة، فتلك السلطة تتحمل المسؤولية كاملة. نعم صحيح. لميس باتت عنوان كبير لجرائم باتت تنتشر دون رادع أستاذ لبيب أو عقاب، هل بات على المجتمع دفع هذه الفاتورة أيضا؟ يعني أليس هذا المجتمع هو من تحمل ويلات الحرب، هو من تحمل انقطاع الرواتب، هو من تحمل يعني صلف وضيم يعني ميليشيا الحوثي وغيرها، يعني كل هذا، وأيضا هو لا ينعم بالأمان في ظل كل ذلك، ويدفع فاتورة باهظة نفسيا ومجتمعيا وأخلاقيا؟ بالتأكيد الشعب هو الدافع الأعلى لضريبة هذه الحرب، ولكن أعود مرة أخرى وأقول لك، لا يعني أن هناك صراع عسكري في منطقة معينة، هذا لا يبرر أبدا الانفلات الأمني الذي يحصل في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثي، لا يبرر أبدا أن كل يوم هناك قضيتين على الأقل في أمانة العاصمة لاختطاف فتيات أو لاستدراج فتيات، وأنا أضع خطين تحت كلمة استدراج، لأن أي استدراج أو إخفاء لأطفال تحت سن القانوني هو يعتبر اختطاف، مثل ما حصل في قضية الفتاة رندا ذات 17 عام. تم استدراجها وإخفاءها، وفي الأخير أرادوا أن يحولوها إلى قضية شرف، على الرغم من أن الأجهزة الأمنية في صنعاء كانت تعلم من ثاني يوم بالجهة المختطفة وبالأشخاص الذي أخفوا الفتاة، وبرغم من ذلك أخفوا هذه المعلومات عن أهل الفتاة ورفضوا أن يصدروا أمر اعتقال للشخص المعني. فطبع في الأخير، أنا لا أريد أن أخوض في التفاصيل الآن، ولكن أنا مرة أخرى أقول أن المواجهات العسكرية التي تحصل في داخل المناطق المشتعلة لا يبرر الانفلات الأمني الذي يحصل في داخل المدن الذي تسيطر عليها جماعة الحوثي. إذن أستاذ لبيب، يعني برأيك في ظل هذا الوضع اللامنطقي، الضياع يعني أجهزة القضاء أو عدم مصداقيتها في كثير من القضايا، الخوف أيضا من تمييع هذه الحكاية أو هذه القضية، هل يمكن أن تتشكل قوة مدنية لإسناد أسرة لميس أمام المحاكم والنيابات من أجل القصاص وإحضار الجنى؟ هذا الذي نحاول الآن العمل عليه، وأنا أدعو من خلال قناتكم كل المحامين الذي لديهم القدرة والشجاعة
لأنه بحقيقة الأمر جماعة الحوثي لم تجعل أي مجال ولا أي متنفس لأي ناشط حقوقي في داخل صنعاء للدفاع عن أي قضية. يا أختي، إذا كان بعض الناشطين أو الناشطات الذي يحاول العطاء في الجانب الإنساني ومتابعة القضايا الإنسانية والحقوقية يهدد بهتك أعراضهم في الشارع، يعني هناك ناشطة اسمها ليلى لطف الثور رئيسة منظمة سام كانت تتابع قضية من القضايا الذي في الملفات المطروحة لدينا. هذه الناشطة تعرضت لتهديد مباشر من خلال أشخاص في قيادات الجماعة في صنعاء بانتهاك عضها في الشارع. فنحن مرة أخرى أنا أدعو من خلال قناتكم المحامين والناشطين الحقوقيين لعدم الخوف، لعدم الاكتراث، وإلا هؤلاء من سيكون لهم؟ البعض سيقول الأخ لبيب هذا يتحدث وهو في نيويورك. أنا قد عملت جهدي في فترة من الفترات يعني ولم أترك الجانب الحقوقي إلى الآن، ما أزال أنشط فيه وأتمنى أن أجد مساندة من هو في الداخل، ونحن أيضا سنكون سندا. نعم، وهذا ما نتمناه وسنحاول العمل عليه كقناة إعلامية. شكرا جزيلا لك لبيب ناشر الناشط الحقوقي، كنت معنا عبر الهاتف من نيويورك. أستاذة داليا، يعني أعيد إليك نفس السؤال الذي طرحته على الأخ لبيب، وهو هل يمكن أن يعني نشكل يعني قوة مدنية ضاغطة أمام المحاكم لإسناد أسرة لميس لأخذ القصاص كاملا لمحاسبة الجناه، وألا يرهبوا بالإسكات أو بتميع القضية؟ من حيث قادرين كمجتمع فنحن قادرين، إنما يحتاج فعلا الشعور بالمسؤولية، وأيضا إنه يبدأ كل على مستوى كل فرد يعتبر إنه هذا الشيء حاصل معه هو نفسه مع أهل أسرته. نحن في المناطق المحررة أكيد إنه حريتنا بتكون أكثر وقادرين، بس إذا في ضغط بيكون وفي تحرك فهو لازم أيضا يقوم في المناطق اللي هي أيضا ما زالت تحت سيطرة الميليشيات. لابد إنه المجتمع خلاص ينتفض، يخرج يعني عن صمته، يعني هذه الميليشيات لا إن قدرة تحكم الوضع، ولا إن قدرة تضبط الأمن، ولا إن قدرة تحفظ المواطنين. فأعتقد إنه يكفي المجتمع المدني، يكفي يعني الحرب اشتغلت والجزء الكبير يجي أيضا مثل هذه الجرائم إنه تكمل ما بقى على هذا المجتمع اللي يعاني من الحرب والظلم والحصار وانقطاع الرواتب. على المجتمع فعلا قادر أن يعمل، على الحقوقيين الناشطين أيضا منظمات المجتمع المدني عليها أن تضغط في هذا الجانب، أيضا المنظمات الدولية التي تدعي خاصة إنه في يوم للمرأة والاحتفال باليوم العالمي للمرأة وأيضا اليوم اللي هي انتهاك المرأة، لازم إن هذه المنظمات فعلا تحضر. إحنا نريدها أن تحضر بقوة، نريد أن نرى أعمالها. أما إنه مثل ما نقرأ عليها بس في تقارير أو نسمع عليها، وأعتقد إنه أيضا بالأول والأخير يقع علينا إحنا كمجتمع يمني معاني، لا ننتظر إنه هذه المنظمات تتحرك. إذن شكرا جزيلا لك داليا محمد الناشطة المجتمعية، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تعز. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.